مرحبا بكم في قناتكم السيد. رجعنا لكم بفيديو جديد ولعبة سوبر لاند عالم الأقزام. هي الحلقة الثالثة من هاي السلسلة. قبل ما نبلش لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب، ما تنسوا تتابعونا حساباتنا تحت في الديسكربشن. يلا ليتس جو. دقيقة بس، ما في شيء. هون فتحنا هاد، راح نروح. لا في عندنا لوب، خلاص يعني ما راح نعبي هالت تبعنا. بنقفز من هون. يا الله، هي تبع الوشيعة. اوكي هيك بنعمل. لا شو هاد، شو عم نعمل نحن هلا؟ اوكي راح نكسر هدول. من هون يلا. لا فو على وشك. يا الله نسيت حتى كيف بستخدم هذا السلاح. لا مو هيك. اوكي وبعدين نصعد من هون. لا مو من هون، من هون نصعد لفوق. بس راح ينقطع ونحنا. لا دقيقة بس، لازم نقفز هون، نقفز بهي الجهة. لا ما نربطها. يلا افزي لهونيك وبعدين. اوكي ايه راح نربط هي الحطب هاي لحظة تنرفع هاي وبعدين شو راح نسوي؟ وبعدين راح نمر ولازم ناخذ الكوينز يلي هونيك. بس لازم ناخذ الكوينز يلي هونيك. هيك وبعدين نربطها هون. لا اربط وبعدين راح نروح ناخذ الكوين. اوكي اخذناها. يلا من هون. لا هلا عادي انه نقفز من هون. شو هون؟ اوكي من هون نقفز عادي. ايه في صندوق، في صندوق هون. اوكي راح نعمل اكيد في طريقة لحتى ناخده. راح ناخده هيك. ها شو هاد؟ تعال هون. ربطي هون. هون. لا هون. هون. شوف كيف عم يعمل. يا حقير هو عم يسحب حاله لهلا. اوكي اخذنا الكوينز بس يعني. ايه هون الصندوق. ان شاء الله يكون في شيء محرز. لا دقيقه بس. سلاح جديد. دقيقه بس كيف راح ناخده؟ اوكي اخذنا. عم بيقولون هاي كنترول، بس شو تعمل؟ لا شو راح نعمل هلا؟ اكيد في استخدامات للسلاح. راح نعمل كي. كنترول هيك. بس كيف راح نجيب هذاك السلاح؟ يا الله اي حرف الكي. اوكي هاي راح ننطلق. دقيقة بس. يا الله وين؟ اوكي هذا بالحديد وما بعرف شو. اوكي راح نروح للوشيعة. اوكي راح نقعد نقفز هيك. اوكي وهيك راح نصعد لفوق. اوكي دقيقة بس نبحث على كوينز. ما في شي.
ما بيعمل شيء. ايه هون لا لا راح نصعد. لا نقبض هون نقبض هون. هيك هيك واخيرا خلص خلص بكفي هذا السلاح. يا الله خلص عذبنا. ايه لا لا ما عذبنا هذا. ايه هون لازم نكسر هدول نشوف شو فيه يمكن ما صار في وشعة هون. ايه لا غلطت لا ما نزل هاد. لا 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 هيك هيك نربط حالنا وبعدين نفس. يلا 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 لا 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 لا, لا الله يلعنكم. لا لا استغفر الله العظيم. شو هاد وهيك راح نجمع الاثنين. خف بقعة. يا الله كيف راح اخذهم انا. لا لا ما راح توقعي اكيد. قديم قديم هيك قديم. هيك ليك واخذنا. اوكي اوكي هلا جمعنا كل النقود يلي كانت راح نسعد نهان فهد فهد. شو قلنا؟ هي مثل الجزء الاول تبعها نفس الشيء. لا وبعدين في رجال ميت هون وبعدين نكمل الطريق يا الله كيف هكمل. لا يا يا الله كمية الرعب فيا مو طبيعي. لا 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 تعا يا واطي تعا. لا مت معه. لا الله يلعنك. يا الله شو هاد. لا استغفر الله العظيم. لا 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 ايون عم يلحقك. تعو تعو يا واطي. ايه موت موت ارفع راسك شوي. هاد هاد دقيقة دقيقة بس هاد هاد راح زبطه معي. انتظر دقيقة يلا لحتى يطلع الضربة تبعه. هاد اللي بالحل الثانية موت يا واطي. راح كمل من هون من هون. لا من هون نجينا نحنا هيك وجينا من هون. راح نشوف اذا في اشياء. ما في شيء هون وهون ما في شيء. راح ندخل هون نشوف شو في كمان. ما في شيء هون. لا 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 هون 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 راح نصعد هون. بس ليش صعدت انا؟ هون راح نمر من هون.
لا لا هيك هيك, هيك. من هون لازم نربط هاي بالصندوق يلي لازم نروح. ايه هيك وبعدين رح نرميها. ايه دقيقة بس قبل ما نعمل اي شيء نكسر هدول. اوكي في هاي هنيك هنيك. لا تعدي شوي هيك هيك. يا الله لا تي لا لا هيك هيك لازم نطلع هاي لتطلع لنقتز لهنيك. ما في شي هون. ايه لازم نربط هون لناخذ الكويز يلي هنيك. تي 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 اي والله لازم ننتبه منها كثير لانها تدخل تدخل وبعدين تخرج اكيد راح ترمينا لتحت. لا لا ما ترمي هيك حطلعها هيك وبعدين راح نربطها هوني. يا الله هيك وبعدين نربطها. اها هيك هيك صارت. يا الله ايه هون في كبريت اكيد في لغز صعب كتير من الاول. يلا راح ننزل ايه في كبريت هون راح ايه هون لازم نكسر هدول. ايه في شي هون انفتح لنا الباب تبع الكبريت. دقيقة بس نجمع الكوينز تبعنا. ايه هون في ورقة في ورق هون ويعني شو هاد يلي ورجيناكم اياها يعني ورقة ولازم نشغل الكبريت. شو رح نعمل؟ ايه هون لازم نفتش عشانها. دقيقة بنشغلها بهاد باللمبة لانه حرب. لا 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 رميتها رميته ليك هون ايه ما في شي. لا 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 ايه الكبريت عنده هاي. ايه هون راح تشغلها من هون. لا لا والله انها هي زبطت معك. يلا 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 عجل عجل راح نفتح البوابة اللي هون. ايه فتح. دي كان فتح اوكي. ما في شي هون. شو هاد؟ لا انزلي. لا لا انزلي تحت. ما ننزل ما ننزل في شيء. اوكي ايه هون في ايه في هاد في هاد ايه في هاد لازم نربط نفسنا فيه وبعدين ننزل لتحت لحتى ما نسقط. ايه لا لا عادي عادي انزلي لتحت بعدين راح نصعد بالهداف. اوكي ايه اوكي هون لازم لا دقيقة ايه شوف في ما في العصاية هدي هون مسننات وعم يورجون الكبريت من قبل
يعني شو لازم نعمل؟ نروح نجيب كبريت معنا ونسوي مثل العصار. اوكي هلا لازم نصعد لفوق. دقيقة بس لانه انا والله العظيم دخت اقفزي وبعدين اربطي نفسك هيك 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 هيك. والله صار كثير. يلا هون لازم نرجع للمكان يلي فيه الكبريت. راح ناخذ واحده بس ما نشحن. اكيد اكيد بريبيا. دقيقه بس لا هيك راح تنشب. اضغط علي اضغط علي هيك. والله انها هي سؤال. والله انها زبطت معنا. يلا هلا شو راح نسوي كمان؟ راح نصعد لفوق. اوكي ما في شيء هون. ايه انفتحنا هذا الباب. او ماي جاد شو هاد؟ يا بس لا ما نقدر نخطر. اوكي راح ندخل من هون. شوفي عملنا ابرو نمبر سيدر. اوكي اوكي بس لا انا خطر. دقيقة بس فعدنا لأنه لا لا تعشنا بس نحنا بخير ما بينقصنا هال. أوكي في شي هون في طريق في طريق. دقيقة بس لجمع هدول وبعدين راح أروح على الطريق. أوكي هاي في باب مسكر هون. لا 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 لا, لا. اوكي بس ما في شي هون. في عندنا 81 كوينز بس. يلا 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 عشر طاولة الشمعات. دخلنا من هون. ايه هذا هذا هو المكان. ايه. من هون من هون. اوكي من هون. في هون اي شو لازم. لا لا مو هيك. ايه بس هيك وبعدين نصحى من هون لهونيك لهونيك. اوكي اخذته. ما في شي هون. ايه في كوينز هوني. راح كمل شغله. لا 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 ايه الله. لا 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 حول ولا قوه. سواد ما في لوحه. الله شوفوا هلا. مرقنا. دم 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 دم.
كل هذا يعني شو راح نعمل؟ نحن أغبياء يعني. بهاي الحلقة اعترفت يعني صراحة أنا بجميع الحلقات اعترفت إنه غبية. في كوني سنين هاي دمتا انا 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 احنا جمعنا هنيك ليا ما بعرف شو فيها. في هاي التلفون. ايه في بوابة هون لازم تنفتح. فهمت. بده نعمل معه السباق بشرط اذا فزنا عليه راح تنفتح البوابة. بس شو راح نعمل؟ ما راح نعمل هذا السباق بهاي الحلقة لانه والله العظيم فيه وقت كثير هاي اللعبة. اوكي كده يا بس جمع هذول الكوينز خلاص ما فيش. ما في شي هون. شو رح نعمل كمان؟ خلاص دقيقة. ايه هذا هو اللي بدنا نعمل معه سباق بالحلقة القادمة يعني مو هاي الحلقة. وهون كن وصلنا هالفيديو. اتمنى عجبكم. لا تنسونا اللايك والشير والسبسكرايب. ما تنسوا تتابعنا سابتا تقول تحت بالدسكريبشن. وهلا باي.